السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ بأي تفسير أو أي كلام، أخواني وأخواتي، دائما نقول لا يعلم الغيب إلا الله، دائما الله أعلى وأعلم. إحنا بنفسر الأحلام، بنقول الاستخارة، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، دائما لا يعلم الغيب إلا الله. صدقنا بالتفسير، لا يعلم الغيب إلا الله. أخطأنا، لا يعلم الغيب إلا الله، يعني كل شيء بيد الله. ولكن هذه بعض مجهودات الواحد بيقوم بها، أنه بيفسرها أو بيعملها، ولكن دائما لا يعلم الغيب إلا الله، والله أعلى وأعلم. اليوم إن شاء الله حنتكلم على علامات السحر في البيت. هناك في بعض علامات بتدل على سحر موجود في البيت. طيب شو هي العلامات السحر؟ طبعا السحر دايما هو بيكون من أكبر المصائب اللي الإنسان بيبتلي فيها في حياته. ليه؟ لأنها بتسبب فساد في حياته، بتسبب فساد في علاقته بزوجته، ممكن تكون تعمل له مصائب كثيرة لهذا الشخص. طبعا الساحر أو السحر، من يقوم بالسحر ملعون عند الله تعالى، وعقابه كبير جدا، ممكن يكون عقابه في الدنيا وأكيد طبعا عقابه في الآخرة. ليه؟ لأنه بيعمل ضرر كبير بالناس، ممكن يعمل تفريق للأزواج، يمكن يعمل تفريق في العلاقات العاطفية، يمكن يعمل تعطيل في الزواج، ممكن تكون واحدة تتربط تعطيل في الزواج، وممكن تعطيل لرجل في حقوقه الزوجية، ممكن تعطيل في الحمل، يكون سحر تعطيل في بيت الرحم. يعني هناك السحر موجود في الأشياء هاي، ولعنة الله على الساحر. السحر طبعا موجود في القرآن الكريم ومذكور في القرآن الكريم. تمام. ليه؟ لأنه هو بضر كثير من الناس. طب تعالوا لما نشوف العلامات اللي بتدل على وجود سحر. فين العلامات هاي؟ موجودة في المنزل. طيب العلامات تدل على وجود السحر في المنزل. أول واحدة مثلا الضيق الذي يشعر به المرء عندما يسمع آيات القرآن الكريم، أو عندما يسمع شخصا يذكره بالله عز وجل. طيب اثنين، شعور الشخص بالضيق أو الاختناق وعدم القدرة على مواصلة الحياة، والشعور بالكسل والرغبة بالابتعاد عن الآخرين وهجرهم. يعني ممكن الإنسان يحس أنه صار شخصية انطوائية. طيب إيه كمان؟ المشاكل التي تحدث بين الرجل وزوجته، والرغبة في الابتعاد عنها. هذا يصل هذا من أنواع السحر، أنه الرجل كانت علاقته كويسة مع زوجته، وبعد هيك بتصير في مشاكل بيناتهم، ممكن صارت مشاكل على أتفه الأشياء، ممكن يحصل أنه مشاكل تتوجد بيناتهم. ليه؟ طبعا هذا بسبب السحر. ممكن الرجل في هذه اللحظة يحس أنه هو بمعنى لا يطيق رؤية زوجته. كذلك العكس، ممكن تكون الزوجة لا تطيق رؤية زوجها، وهذا طبعا برضو بسبب السحر. وممكن كمان بسبب السحر ممكن يؤدي أن الزوجة لا تستطيع أن تسمع صوت زوجها، والعكس الزوجة ممكن برضو لا تستطيع أن تسمع صوت زوجها، من تحس أنه هي صار في كره موجود. وممكن كمان بيؤدي للطلاق. طيب وأيضا رؤية أحلام مخيفة مزعجة، مثلا تحلم أنه هي رؤية حيوانات مفترسة، برضو هاي من علامات السحر. كذلك ممكن أنه بتصير في أمراض، تفشي أمراض في جميع أفراد الأسرة دون المعرفة. طبعا خمول في الجسم، هذا مما يجعل أنه هناك في سحر كامل. طب تعالوا نشوف علاج السحر والوقاية منه. نعمل إيه علشان نتعالج من هذا السحر؟ لو إنسان فيه سحر، مصاب به سحر، نتعرف على العلاج السحر. أول حاجة، أول شيء نقولها، أولا على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يسلم أمره إليه، وأن لا يستسلم لوسواس الشيطان. اثنين، أن يداوم المسلم على قراءة القرآن الكريم، خاصة سورة البقرة. لماذا؟ لأن سورة البقرة تطرد الشياطين من المنزل. ممكن أنه هو يقرأها، وممكن انه هو برضو يشغلها في البيت، وفي الحالتين بالاثنين بالطريقتين كويس، ممكن يشغلها في البيت وممكن انه هو يقرأها. ممكن يقرأها افضل، يعني يقرأها ويشغلها، الافضل هما الاثنين برضو. وكمان ايه، قراءة الرقية الشرعية كل يوم على الشخص المصاب بالسحر. لازم الرقية الشرعية، زي ما انتم شايفين دائما انا بقولكم يا بنات، داوموا
على الأذكار والمعوذات الصبح وبالليل، دايما أحكي لكم إياها. ودايما في بعض الأحلام بتنذكر على طول، أنا بقول لكم لازم تعملوا عليها رقية شرعية. الرقية الشرعية بتكون على الإنسان المصاب بالسحر، إذ لم يكن أحد في المنزل مؤهلا لذلك يمكن الاستعانة بشيخ يقرأ عليه. هذا بالنسبة للسحر. في أيضا السحر موجود، ممكن علامات السحر برضو من العلامات الأخرى، ممكن صداع مستمر، ممكن الإنسان يحلم أنه عنده صداع مستمر، تمام، ممكن يحلم أنه في ألم في مفاصل، ألم في آخر الظهر، ممكن ألم في الجسم كامل، ممكن يصير عند الإنسان حالة تامة أنه هو يريد أن ينعزل انعزال كامل، يحصل له تثاوب مستمر، طبعا الصداع مستمر هاي معروف، دائما يشعر الإنسان أنه عنده خمول كامل، أنه هو يريد النوم، دائما يشعر أنه هو يريد النوم باستمرار، يعني بمعنى أنه يصحى من النوم ويحس نفسه أنه هو عايز يرجع للنوم مرة أخرى. يعني هاي كلها بتدل على علامات، هاي كلها علامات بتدل على السحر. طبعا زي ما أنا ذكرت أنه ربنا إن شاء الله هينتقم من الإنسان اللي بيعمل السحر والحسد. السحر والحسد زي ما قلنا السحر موجود في البيت بطريقة كبيرة، وفي كمان علامات في مصابيح البيت، ممكن كل يوم تحس ان الواحدة عايزة تشتري مصابيح، بمعنى لمبات الكهرباء بصير تنطفي الوحدة، هذا برضو من علامات السحر الموجودة. المشاكل الموجودة في اللي بتفتعل مشاكل في البيت، مشاكل متكررة. طبعا أنواع السحر يا بنات بيبقى كثير، في أنواع سحر مائي، في هوائي، في ناري، في ترابي، في السحر في الطعام والشراب، في سحر مشؤوم، في سحر معقود، في سحر الأثر، في سحر المنثور والمرشوش، هذا موجود كله أنواع السحر. طبعا ربنا يبعد السحر عن الجميع. على فكرة برضو من العلامات الوجود السحر في البيت تغير مفاجئ في الصحة، بيصير أنه الإنسان دائما يشعر أنه هو مريض. ومن علامات السحر أيضا التقيؤ، هناك في تقيؤ، وبصير أنه الإنسان تحس أنه هو في عنده معصية، وبصير عنده اندفاع في القول والفعل أيضا، بصير عنده القول والفعل، بصير إنسان مندفع لا إرادة أنه هو يتكلم، وبعد هيك بيندم. طبعا ممكن زي ما أنا قلت شعور بألم أسفل الظهر، أو الإصابة بمشاكل مجهولة، ممكن الإصابة بمشاكل الرحم، في نساء بتتأخر في الإنجاب، ممكن تكون بعضها قال ذلك، ممكن الإنسان يحس أنه صار ازدياد في بريق العين، الإنسان مسحور بتحس أنه عينه فيها بريق كبير، ممكن كمان رائحة كريهة من الفم. طبعا الاكتئاب المفاجئ زي ما أنا ذكرت، ممكن أصوات، سماع أصوات قادمة من بعيد، أو سماع أصوات غريبة سواء كان لوحده أو بين الناس، دايما يحلم يعني مش بيحلم، كأنه بيسمع أصوات غريبة. أحلام، طبعا الأحلام دايما أحلام بتكون غريبة، ممكن يحلم بالقطط كتير، بالزواحف كتير، خاصة القطة السمراء أو الكلب الأسود. يصير الإنسان سريع الغضب والعصبية، يصير إنسان عصبي جدا، دايما عنده ثقل في الرأس اللي هو الصداع، دايما يحس أنه هو خائف حتى من أتفه الأمور، دايما يميل إلى أنه يرتكب معاصي. زي ما ذكرت ممكن يصير عنده بكاء لما يسمع القرآن الكريم، يحس أنه هو يبكي، ممكن من أقل شيء برضو أن يكون يبكي، ممكن يحس ألم بالمعدة أو ألم غريب في البطن خاصة عند قراءة القرآن، ممكن يحصل له زيادة حرارة في الجسم، ممكن يحصل له إمساك أو ضعف الرؤية والتشويش، ممكن يحصل بقع زرقاء في جسمه، وممكن إيه كمان قلة الرزق والبركة. هذه من العلامات اللي بتدل على وجود السحر سواء في البيت أو بالشخص. كما تعلمنا أنه علاج السحر زي ما احنا قلنا قراءة سورة البقرة، الرقية الشرعية، وإن شاء الله ربنا يبعد عنكم كل سحر يا الله يا رب، ويبعد عنكم كل عين. طبعا السحر هو أمر محرم ومكروه،
مكروه جدا في الإسلام، وحرمه الله تعالى في الأحاديث وفي الآيات القرآنية إن الله حرم هذا السحر. الله يبعد السحر عن الجميع يا الله يا رب. هيك إحنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى إنه هو يعجبكم. هذه العلامات هي علامات حقيقية بتظهر، ليس تفسير أحلام ولكن علامات حقيقية جدا جدا حصلت مع ناس كثيرة، وأنا شفت هذه العلامات بناس كثيرة. ربنا يبعد عنا عن الساحر، ولعنة الله تعالى عن الساحر، لعنة الله عليه. هيك بنات أنا وصلت نهاية هذا الفيديو، بتمنى أنه يعجبكم، بتمنى وضع اللايك والاشتراك في القناة. استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.